مرحبا بحضراتكم مرة تانية. في بقى مقالة كده استوقفتني امبارح وهي بتتكلم يا كريم عن أزمة التحكيم اللي واخد مفروض اتجاه ضد الأهلي دايما. المقالة دي بتتكلم عن الأهلي ان هو يعني اي مقالة زي كده ورد ان انت تقراها من ناقد رياضي. المقالة دي مكتوبة من خارج الوسط الرياضي، هو ده اللي لفت يعني انتباهي. مقال تحليلي بس دقيق جدا بالشكل اللي يلفت نظر. المقال عنوانه ايه؟ الحكام لا فار نافع ولا مساعد شافع. بصراحة العنوان حلو، ده للكاتب الصحفي في جريدة اليوم السابع محمود عبد الراضي. أنا أعتقد أن هي يعني مقدمة رائعة جدا، وكمان مقدمة المقال بدأت بالجملة الدارجة اللي بنسمعها كتير جدا، الأهلي بيكسب بطولاته بالتحكيم. دي تحديدا الجملة اللي كنا بنسمعها كمان من البعض على السوشيال ميديا مش مؤخرا، ده من فترة طويلة، وبعد كمان حصد المارد الأهلي زي ما بيقول كل بطولة. طيب رغم أن الواقع برضو غير كده بيتقال كده، طب الحل ايه؟ خلينا نعرف اكتر ونفهم كده التحليل من صاحب هذا المقال وهو معانا على التليفون دلوقتي، الاستاذ محمود عبد الراضي الكاتب الصحفي. استاذ محمود بصبح على حضرتك يا فندم، صباح الخير في البدايه. صباح الخير يا استاذ مهوان، صباح الخير يا استاذ كريم. صباح النور يا فندم. اولا سعداء ان حضرتك معانا في 10 الصبح في الاهلي، وسعداء ايضا لان يكون في مقال زي ده ومقال تحليلي رائع جدا او يمكن اكثر من رائع وخارج حتى يعني اللي كاتبه خارج هذا المجال، المجال الرياضي. فانا حابه اعرف من حضرتك اولا ايه اللي خلاك تكتب حاجة زي كده، ايه الدافع ورا ده؟ وفي نفس الوقت خدنا لتفاصيل، لان حضرتك ذكرت نقطة مهمة جدا وهي فعلا دارجة، فكرة ان الحديث والاتهامات الموجهة للأهلي ان الأهلي بيكسب بالحكام. حضراتكم بقى تعالوا نرجع كده للتاريخ ونرجع لأرض الواقع ونشوف هل الكلام ده سليم ولا لا. خلينا نعرف من حضرتك. يعني زي ما قلت حضرتك يا استاذ نهوان، انا غير متخصص خالص في موضوع الرياضة، انا صحفي متخصص في الحوادث والشؤون الأمنية، لكن انا من محب الرياضه، وانا كمواطن بستمتع بالرياضه وبنتظر مباريات الدوري، معظم مباريات ما بفوتش ولا مباراه، بحضر كل المباريات وبجد متعتي في مشاهده الرياضه. لكن في مؤخرا بدات اجد من يفسد علي المتعه بتاعتي خاصه من التحكيم. المباراه الاخيره مباراه الاهلي والبنك الاهلي تحديدا، انا شفت كوارث تحكيميه وانتظرت تدخل من المسؤولين وتحديدا من اتحاد الكوره، لكن فوجئت بدل ما يتم اتخاذ قرارات ضد التحكيم اللي اطاح بالاهلي من صداره الدوري، شفنا امبارح نادي اخر بيتصدر الدوري بدل الاهلي اللي كان مستحق بجداره انه يتصدر الدوري، فوجئت بقرارات عكسيه وهي ايقاف محمد الشناوي اللي محمد الشناوي كان رد فعل طبيعي على ظلم تعرض به الاهلي، فبدانا نعاقب رد الفعل ونسينا الفعل نفسه وكاننا بنشتت الناس عن الكارثه التي وقعت واللي اتحاد الكوره نفسه اعترف بها ان هو يوقف او يمنع الحكم وحكم الفار انه يعني يدير مباريات الاهلي، وهو بمثابه احتراف صريح، اذا كنت انت احترفت احتراف صريح بما يعني لم تتخذ اجراءات بناء على هذا الاحتراف، لكن فوجئنا بايقاف قائد النادي الاهلي، وخاصه ان النادي الاهلي داخل على بطوله وهي بطوله العالم للانديه، والحكم يعني ما اعرفش على حسب تقارير صحفيه انا قريتها انه لم يدون اي شيء ضد محمد الشناوي في البدايه، وانه عاد ويدون وانه لم يشر كروت صفراء ولا حمراء، وبعد كده فوجئنا بقرار الايقاف، وان عمليه الالتحام هي عمليه طبيعيه بتحصل في كل المباريات، وفكرة كرة القدم هي لعبة رياضية قائمة على المصارعة والالتحامات المقبولة، وإن جميع الحكام أكدوا إن اللعبة هذا صحيح، وإنها لو كانت في نصف الملعب لا تحتسب فاول. كل هذه الأمور تقودنا لتساؤلات مهمة، إن إحنا دلوقتي عندنا بطولة كأس العالم للرجال لليد ومبهورين كلنا والعالم كله مبهور معانا وفرحانين إن بلدنا بتنظم بطولة زي كده، بعدها بحوالي اسبوعين عندنا نادي عظيم، نادي وطني هيشرف مصر كلها، كل الانديه هيشرفها في بطوله عالم للانديه، ليه تحديدا في هذا التوقيت يتم اتخاذ هذه الاجراءات ضد النادي الاهلي؟ هل هناك مخطط لهدم النادي الاهلي؟ هل هناك مخطط لهدم النادي الاهلي بهذه الطريقه، خاصه احنا على بعد ايام قليله النادي الاهلي هيلعب بطوله العالم للانديه، ان احنا نوقف القائد الفريق وانه ما يلعبش اربع مباريات وما يكونش جاهز بالشكل المناسب
لتمثيل مصر في هذه البطولة، أنا قلت يجب أن يكون هناك محاسبة. إذا استمر هذا الوضع هناك من يفسد الرياضة المصرية ويفسد حياتنا، فهذا استمرار هذا الأمر هو خطر يجب على الجهات المعنية أن تلتفت إليه. وأنا اتكلمت هنا من واقع أن أنا مشاهد وأنا بحب الرياضة وبحب كغيري بحب أتفرج على الرياضة، قلت جملة أن النادي الأهلي بيكسب بالتحكيم كجملة يعني بستهجن وبستنكر، لأن دايما لما بنتكلم مع الطرف الآخر وبنحاول نقنعهم أن اللي بيحصل ده غلط، في الآخر لما بيقتنعش بالمنطق والعقل اللي احنا بنكلمه بيه، الجملة اللي بيصدرها الجملة اللي الناس كتيرة حفظها للأسف، الأهلي بيكسب التحكيم. لا، الأهلي النهاردة بيوطاح به، الأهلي الآن بيتعرض لظلم تحكيمي فج. أنا حتى طالبت إدارة النادي الأهلي المحترمة برئاسة المحترمة الكابتن محمود الخطيب اتخاذ الإجراءات، ومن حقه يدافع عن مش حق النادي الأهلي، عن حق الجماهير العريضة والملايين اللي النادي الأهلي بيمتعنا كلنا وكلنا بنستمتع ومباراة الأهلي، من حقنا نحافظ على هذه المتعة. أنا كتبت لهذا المقال من منطلق الحفاظ على المتعة اللي بنجدها في مباراة النادي. والله يا أستاذ محمود المقال جميل جدا، وعايز أقول لحضرتك يعني يمكن أنت بتتكلم كنت بلسان كل أهلاوي يعني، أو أي حد كمان مش بس كل أهلاوي، كل شخص إلى حد ما لا يقبل الظلم. يعني إحنا برضو تحدثنا أن في نقاط كتير جدا وحكام دوليين تحدثوا أن وقع ظلم فعلا واضح وبين على الأهلي كمان تحديدا في المباراة الأخيرة. ده غير زي ما كنت بقول لحضرتك التاريخ بيتحدث أن الأهلي العديد من الأخطاء التحكيمية الفجأة اللي أطاحت به بطولات كانت يعني مفروض تكون من نصيب النادي الأهلي. فكلام واقعي جدا، وإحنا أكيد بنضم صوتنا صوت حضرتك وبننتظر الإجابة، لأن زي ما إحنا متعودين النادي الأهلي لما بيروح حتى يتظلم بيتظلم بشكل يليق به. فنتمنى فعلا أن الأمور دي تحل، لأن زي ما حضرتك قلت كده مشكلة فعلا بتقع على الرياضة المصرية. لكل حال شكرا ليك جدا أستاذ محمود، عايز أقول لك فعلا يا كريم مقال جميل من أول العنوان أصلا، العنوان معاك حق فعلا بليغ جدا فعلاً. عنوان في منتهى البلاغة وفي الصميم زي ما بيقولوا، زائد أن الموضوع ده لازم يتحل مش بس عشان يبقى تسجيل موقف عشان نحافظ على حقوق النادي الأهلي، لا، هو المبدأ نفسه بيتضرب في مقتل، مبدأ إحقاق الحق ذات نفسه بيتضرب في مقتل بالنوع ده من الأمور. وبعدين إحنا ما ينفعش في الزمن اللي إحنا فيه وبعد استحداث تقنية زي الفار نبقى بنتكلم في اللي إحنا بنتكلم فيه ده أصلا، يعني فاهم إزاي؟ ففعلا عنده حق، يعني لا فار نافع ولا مساعد شافع، يعني عنوان بليغ جدا. خلينا نشوف فعلا.